طبعا اهلا فيكم اصدقائي اصدقاء قناه جود توينز. السلام عليكم ورحمه الله. طبعا اصدقائي ان شاء الله اليوم موضوعنا عن ارض فلسطين او ارض غزه يعني بشكل خاص. يا جماعه ارض غزه خليني اقول لك يعني كنا نزرع فيها او الناس بشكل عام عندنا انا كنا نزرع كل ما تتخيل، كنا نصدر على فكره لدول اوروبا بقوليات وشغلات زي هذه. يعني مش عارف كيف بدي اوصف لك انا المجاعه اللي صارت عندنا غيرت كل شيء او الحرب بشكل عام. انا بالنسبه لي في الحرب يعني انا واهلي اشتغلنا شغل حلو الصراحه، من ناحيه نزرع ناكل من اللي بنزرعه احنا، حاولنا يعني نتخطى المجاعه، يعني حاولنا كيف بدي اقول لك اياها انه نعيش. فلو انت لاحظتوا هنا تمام، انا في عندي هنا كوم مزرعه بالصلاه على النبي زي ما انتم شايفين. على فكره كان هذا الكوم يمكن اطاق كمان ثلاثه او اكثر زي ما انتم شايفين اصدقائي، يعني على قد الحال ايش على قد الحال. خليني اوصف لك او اقول لك زي ما انت شايف هنا، هذه كوسه شايف كيف الورق تبعها بكون، وهذه برضه نفس القصه، هذه فقوس، هذه اللي هنا تمام، هذه بندوره. على فكره البندوره هذه وصل في السوق سعرها خليني اقول لك 1,200,000، يعني كيلو البندوره بينباع وصل عندنا في الحرب زي حركه 80-90 دولار. عارف شو يعني 90 دولار تشتري فيهم كيلو بندوره؟ لو في مصر بتجي في مقطوره كامله رسمي، لكن بسبب الحرب كانت غالية جدا البندورة، والذكر اللي بيملك حبة واحدة الحبة ب 10 شيكل ب 15 شيكل كانت تنباع بسبب الوضع وبسبب الحرب اللي موجودة حاليا. طبعا هنا كمان هذه شكل البندورة زي ما انتم شايفين، طلع محلى اللهم صل على سيدنا محمد، هذا هو الورق تبعه، وهذا لما بيكبر يا جماعة زي ما انتم شايفين كيف الشكل بالصلاة على النبي. طبعا كنا زرعين كمان ملوخية، الملوخية ما لحقناش ناكل منها الصراحة، يعني اللي عنده كيلو ملوخيه خليني اقول لك في الحرب هذه بالذات كانه ابن وزير الدفاع. انا زرعتها بس ما زبطت معي، يعني ماتت في النهايه لانه العصافير اكلتها، وخليني اقول لك هي اللي صار. في رمضان كنا ناكل البندوره هذه بقى يطلع معنا بشكل حلو. طبعا الفقوس هذه فقوس اكلنا منها، وهذا جديد يا سيدي العزيز، خلينا اخليك تشوف كيف بالصلاه على النبي. شايف كيف هذا هو الفقوس، هذا حبه زي ما انتم شايفين يا جماعه، اللهم صل على سيدنا محمد. فخليني اقول لك هذا كمان ريحان بالصلاه على النبي، شايفين كيف جايه معي، اللهم صل على سيدنا محمد. لا يا عم اهل غزه ما شاء الله عليهم بدبروا حالهم. وفي عندي بصل غد زي ما انتم شايفين. على فكره يعني خليني اقول لك اغلب المقطوع في السوق موجود عندي كان في الحرب هذه بالذات، فاهتمينا بالزراعه يعني بشكل ممتاز، مع انه دير بالك احنا يعني مش اهل زراعه، لكن اللي بده يحاول اللي بده يعيش بامكانه يعمل اي حاجه. ما تقوليش انه انت في غزه ما بتقدرش تعمل ولا حاجه، لا في غزه بتقدر تعيش، واحنا حاولنا يعني الحمد لله تعالى. يعني لو انتم لاحظتوا يا جماعه هان هاي البصل زي ما انتم شايفين بنحطه بالشكل هذا ولحاله بيطلع وبصير يا سيدي العزيز بصل اخضر زي ما انتم شايفين العروق تبعته بالصلاه على النبي. طبعا هذه هي خليني اقول لك الغذاء الطبيعي مهم جدا للانسان، يعني مش دائما اكلك يكون معلبات بالذات في الحروب وفي شغلات زي هذه. طبيعي انه انت بدك بقوليات بدك خضروات، فكان لازم انه نزرع زي هيك. فانا واحد من الناس قلت لك بدي اعيش واهلي كذلك، فعشان هيك تحولنا بالامكانيات الموجوده عندنا. خليني اقول لك احنا ابسط خلق الله والحمد لله تعالى، نعمه وفضل من عند الله. اللي بدي اياه منك يا صديقي العزيز، طبعا احنا اهالي غزه خليني اقول لك يمكن اصعب ناس يعني عايشة في وضع وفي بيئة حرب، فبدي تدعمني في الفيديو هذا، بدي تزود المشاهدات تبعته. أنا هحاول أقدم لك محتوى على حسب إمكانياتي وقدرتي، وإنت بدي إياك تشاهد وبدي إياك تتابع الإعلانات اللي على الفيديو، وبدي كمان تبعد يعني تدعم أهل غزة على زر شكرا تحت الفيديو بكون موجود باللي بتقدر عليه، يعني لو بدولار بخمسة دولار بعشرة بحسب إمكانياتك، لأنه هاي الفلوس يا جماعة بتهمنا بتفيدنا في الوقت هذا وفي الوضع الصعب اللي احنا فيه، والله لا يوقع حد فيه. الله يعطيكم ألف ألف عافية أصدقائي، والسلام عليكم.